من لندن ارحب بفيكتوريا سكولر رئيسه الاستثمار في انتراكتيف انفستر. اهلا بك فيكتوريا. الواضح انه الاسواق على يعني صفيح ساخن تنتظر تطورات هذه الازمه الاوكرانيه، لكن ايضا ربما هي فقط عامل محرك للتراجعات. الاسباب الاساسيه الموجوده في الاسواق كلها لا تشير الى الاتجاه شمالا. إذا ما نظرنا إلى الأسواق الروسية على سبيل المثال، هي عند أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2020، انخفاض حتى في الروبل الروسي بنسبة 8%. ومن الملاحظ أيضا بأن الأسواق الأوروبية عند الافتتاح شهدت تحسنا، حيث أن الفوتسي والداكس قد تداولت بارتفاع بنصف حتى إلى 1%، ولكن نحن نرى بعدها انخفاضا في الأسواق. الأسواق جد متوترة. الأسبوع الماضي كان لدينا عمليات بيع قوية على وجه الأخص يوم الجمعة في وول ستريت، وهذا المزاج السلبي قد استمر معنا في بداية هذا الأسبوع، ويبدو بأن هذه التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ستستمر بإلقاء ظلالها وأن تكون المحرك الرئيسي للأسواق. كنا نتحدث كثيرا عن التضخم في بداية هذه السنة، ولكن اليوم لقد انتقلنا لنتحدث عن أوكرانيا وروسيا، فيبدو كما أننا فعلا نحن هنا أمام المزيد من التذبذبات وتقلبات في الأسابيع والأيام القادمة. طيب، بمناسبة التضخم، يعني أنا أينما أنظر أمامي أرى المزيد من مسببات التضخم، يعني سواء الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، سوق العمل الأمريكي وقوة سوق العمل، أيضا لازالت اضطرابات سلاسل الإمداد، أسعار الوقود المرتفعة، لازال الوضع كما هو، وبالتالي مخاوف السوق من التضخم هل هي مسعرة بالكامل أم أنه السوق ينتظر المزيد من البيانات؟ هذا التضخم يبقى أحد المخاطر الرئيسة للأسواق، وبعض العوامل التي تؤثر في هذه المعدلات وتؤول إلى ارتفاعها، مثلا مشكلة تعطل سلاسل التوريد، سوف تضمحل مع مرور الوقت في غضون الستة أشهر القادمة والسنة. ولكن هناك ضغوطات أخرى مرتبطة بأسعار الطاقة، فبالنسبة إلى الطاقة وارتفاعها ستبقى لفترة أطول على ما أظن. لذلك هذه المخاوف التضخمية قد تم احتسابها إلى حد معين، ولكن السؤال الكبير ما إذا كانت الأسواق بإمكانها أن تستمر بالارتفاع عندما نقوم برفع أسعار الفائدة. الأرباح التي سجلت الأعوام الماضية كانت كلها مدعومة بأسعار فائدة جد متدنية، وأيضا التيسير الكمي. وبالطبع هنا نعود إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008. السؤال الكبير أكرر، ما إذا كانت هذه الأسواق بإمكانها أن تستمر بالارتفاع في وجه أسعار فائدة أعلى؟ وبالطبع هذا ما علينا أن ننتظره، وهذا ما يقلق الأسواق بشكل أكبر، لأن النمو أو تباطؤ النمو مثلا الاقتصادي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد يؤثر. هناك نمو قوي في هذين الاقتصادين، وبالتالي هناك تفاؤل، ولكن هل بإمكان الأسواق أن تبقى قوية لكي تحافظ على هذا النمو بعد رفع أسعار الفائدة؟ طيب فيكتوريا، دعينا نمحي يعني او نفترض جدلا انه الازمه الاوكرانيه الروسيه انتهت الان، والاسواق عادت الى حاله النظر الى معدلات التضخم، هل تعتقدي انه يعني لديها فرصه للصعود من جديد ووصول مستويات قياسيه جديده، ام انه يعني ستصعد بشكل قصير المدى وتعود الى التراجع والدخول في اتجاه هابط؟2022 هو العام الذي على المستثمرين فيه أن يكونوا أكثر انتقائية، عليهم أن يختاروا الأسهم المناسبة. بعد المستويات المتدنية التي شهدناها في عمليات البيع في 2020، فكان هناك أرباح متباينة، كان هناك أرباح في كافة القطاعات، أسهم التكنولوجيا كانت أفضلها، ولكن هذا العام الوضع مختلف، لن نرى هذا الأداء الذي كان قد سجل في السنتين الماضيتين. على المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقائية
الدوليه كما ذكرت. فوتسي 100 لديه هذا الاحتمال بان يكون ادائه اقوى لانه بالطبع لديه عدد كبير من اسهم النفط وايضا نيكي 225 في اليابان ايضا الذي بامكانه ان يكون احد الرابحين كمؤشرات لانه لديه معدلات مرتفعه جدا بالنسبه الى توزيع لقاحات كوفيد-19 وهم يتعاملون مع مساله الانكماش منذ عده سنوات. فبالتالي ان عامل التضخم بحد ذاته قد يكون امرا مفاجئا لاقتصاد مثل اليابان. نحن ايضا قد نستمر بان نشهد المزيد من التقلبات فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحده الامريكيه. العديد من الاسهم لقد فعلا تلقت ضربات غير منصفه، مثلا ابل ومايكروسوفت قد تم معاقبتها بطريقه غير منصفه، لذلك سوف نرى وتيرتين للتعافي رابحين كبار وفي نفس الوقت سوف يكون لدينا بعض الخاسرين. أشكرك فيكتوريا سكولر رئيسة الاستثمار في انتراكتيف انفستر، شكرا لك على هذه المشاركة.